الشركه اللي هي المسيره ديال المشروع ديال الدراجات الهوائيه ذات يد الخدمه من مراكش، مشروع اللي او فريد فاول من نوعه في المغرب وفي افريقيا، اللي تم اطلاق المشروع بمناسبه لاكوب 22 في نوفمبر 2016. مشروع اللي كان بشراكه مع المجلس الجماعي ديال مراكش ومع لونيدو ومع يعني الوزاره المكلفه بالطاقه في المغرب. مشروع اللي كيضم حاليا 320 دراجه هوائيه ذات الخدمه و10 محطات متوزعه على مجموعه يعني على مراكش على صعيد مناطق مجموعه من محطات مدينه مراكش، ما فيها يعني لا كتبيه، المناره، المسرح الملكي، الزهراء، الجاردون ماجوريل، اكسيتيرا، وقع 10 محطات. هاد 10 المحطات مزوده كلها يعني بنظام ذاتي الخدمه، يعني الزبناء ديال اللي بغاو يعني يمكن اللي بغاو يستعملوا درجه الهوائيه ذات الخدمه ممكن يستعملوها سواء عن طريق الاداء، يعني عن طريق الشراكه من خلال الموقع الالكتروني او عن طريق يعني تطبيق مدينه بايك اندرويد ولا اي او اس. الاشتراك اللي هو سهل، يعني كتدخل المعلومات ديالك ويمكن لك تخلص عن طريق بطاقه الائتمان، البطاقه البنكيه، او يمكن دير الاشتراك من خلال يعني الموزعين ديالنا اللي كاينين في محطات. بالنسبه للاثمنه، يعني كاين اثمنه بالنسبه لليوم، يعني الناس اللي بغاو يديروا الاشتراك يعني غير ينهار، هذا خصوصا المستهدفين ديال هذا اللي ممكن يستعملوا هذا الاشتراك هما السياح اللي كيجيو يعني فتره مؤقته لمرات، يعني يقدر يستعمل نهار، يومين، ثلاث ايام ولا حتى الاسبوع. أم النهار يعني 24 ساعة 50 درهم، وأسبوع 150 درهم، ولكن يعني الاشتراك المهم بالنسبة للساكنة ديال مراكش هو الاشتراك السنوي اللي هو ب 500 درهم العام. يعني بالنسبة يعني للمشتركين ديالنا في يعني المستعملين ديال الدراجات، هو نقدر نقول بأنه 50% من السياح و 50% من يعني المراكشيين. 50% من السياح، ملي كنقولوا السياح كنقولوا حتى السياح الداخلي، يعني من كازا، من الرباط، والسياحه الخارجيه. يعني الهدف الاول ديال الدراجات ذاتية الاخفاض، استعمال الدراجه اللي هي كنعرفوها في مراكش يعني من قديم، يعني الناس كيستعملوا الدراجه، هي وسيله للتنقل، وسيله صديقه البيئه، يعني كتنقص من التلوث ديال البيئه، وكتنقص يعني حتى من الازدحام وداك الشيء. وكما كنعرفوا بانه الدراجات الهوائيه ذات الخدمه هي يعني كتبقى ان فيلو دو بارطاج، يعني يمكن يستعمل الدراجه الهوائيه ويستعملها واحد اخر، ويعاود يحطها ويعاود يستعملها واحد اخر. يعني هذاك الشيء علاش يعني حتى المده ديال الاستعمال ما خصهاش تتجاوز واحد المده ديال 3 سوايع في كل مره. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.